السلام عليكم دكتور جميلة. ازيك يا نور؟ عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت شكلك مبسوطة النهاردة جدا جدا يا جدا جدا يا دكتور. النهاردة بعتولي الرد على منحة الستيم سيل ريسيرش اللي حضرتك كتبتي لي عليها توصية من 5 شهور. طمنيني، ايه الأخبار؟ الحمد لله قبلوني يا فندم. الحمد لله. تستاهلي كل خير يا نور. شكرا يا دكتور. شكرا. طيب طمنيني على نقطة بقى، هم هيصرفوا عليها ولا الجامعة؟ لا هم اللي هيصرفوا عليها الجامعة. مش بيها بالظبط بالظبط بالظبط. أحمدك يا رب. الحمد لله. دي حاجة سهلة جدا. أول حاجة هنعملها هنقدم طلب لمجلس الاسم ونقول ان ونبارك لك ونقول ان انت الحمد لله خلاص اتقبلتي. هناخد موافقه مجلس الاسم ونطلع ليه للدكتوره فتحيه. شكرا يا دكتور. انا حلمي ان احنا نعمل مركز ابحاث يكون مفيد للكليه وللكليات الاخرى كمان ان شاء الله يا حبيبتي. دكتوره جميله والدكتوره نور، خليهم يتفضلوا. اتفضلوا. ازيك يا نور؟ انا سامعه عنك كلام حلو قوي. ايه الشغل الجميل اللي انت عاملاه في الجوده ده؟ انا معتمد عليك اعتماد كامل. انت عارفه احنا عندنا زياره بعد 3 شهور وانا مطمئنه وانت موجوده. ده نور جالها سكولرشيب علشان خاطر المعمل بتاع الستامسل تيجي تطبقه هنا. واو، الف مبروك. انت عارفه نور قد ايه طالبه نجيبه، هي طلعت الاولى على فكره حضرتك على طلبه الماجستير كلهم، وهي بتحضر الدكتوراه كمان. ما شاء الله. والسكولرشيب دي هتكلف الجامعه حاجه ولا هي من؟ لا، ما ده الخبر بقى الجميل ان انا جايباه لحضرتك كومبليت سكولرشيب. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك يا نور. ما شاء الله. احنا بقى اخذنا موافقه مجلس الاسم بعد اذن سيادتك ان هي على طول تعمل الورق بتاعها عشان عايزينها في خلال شهر. مين؟ ازاي؟ احنا عندنا زيارة اعتماد بعد 3 اشهر وانا معتمدة عليكي جامد يا نور. لا حضرتك ما تقلقيش، انا وضحت الموضوع ده. زمايل نور بيشتغلوا معاها وانا قعدت معاهم كتير وانا هساعدهم بنفسي. لا، هو احنا نقدر نعتمد على ناس لسه ما لهمش سابقة اعمال؟ نور عاملة شغل كويس جدا ومذاكرة الكلام وانا معتمدة عليها جدا. حضرتك ما تقلقيش، الحكاية دي لما جت لنور دي حاجة هتفيد الجودة برضه وهيبقى لها شغلك عالي جدا وهتعلي درجة الجامعة كمان. بس يا نور دي ما احنا دلوقتي بنتكلم عن مصلحة الكلية، احنا هل انت دي السكولرشيب ده مصلحة قصيرة الأمد أو مصلحة شخصية؟ لكن مصلحة الكلية أهم. أنا الحقيقة محتاجة أفكر جامد جدا وأعتقد إن أنا يعني هبقى متحفظة شوية في القرار.